بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عبد رحمة العالمين. كبيرة القصف من أكبر الكبائر، بل هي من أكبر الكبائر على الإطلاق. كبيرة القصف التي يفعلها أكثر المسلمين اليوم إلا من رحم ربي، من أكبر الكبائر على الإطلاق. ومن علامات الساعة أن يكثر السب واللعان، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يكثر بين الناس السباب واللعان والعياذ بالله. في ثلاث طرق اكثر الناس يقعون فيها في جريمه القصف، قصف المحصنات او في كبيره القصف. الطريقه الاولى او السبيل الاول نقل الاخبار غير المؤكده او الشائعات من الصحف الصفراء، او تداول الاقاويل بالناس، زي ما حصل في حادثه الافك بتاعت السيده عائشه رضي الله عنها. كبير المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول نقل او نشر كلام بين الناس ان السيده عائشه رجعت مع صفوان، سيدنا صفوان بن المعطل رضي الله عنه في الليل، و و و فتناقل كلام هذا الناس، ووقع بعض الصحابه في جريمه القصف او في وقعه القصف. وده اللي بيقع فيه كتير جدا من الناس دلوقتي. الطريقه الثانيه السباب واللعان او مزاح بين الناس، او السباب او اللعان نتيجه يعني بعض الاصدقاء يسبون بعضهم البعض بالمزاح بالام والاب و والطريقه الثالثه السب والتلاعن بين الناس نتيجه الغضب. والطريقه الرابعه سب الراقصات والممثلات والغانيات الكاسيات العاريات بلفظ قحبه وزانيه و فكل طريقه من الطرق دي هنحاول نحللها، وكلها في الاخر بتنتهي الى انك انت وقعت في القصف واصبحت فاسقا مردود الشهاده، اصبحت تستحق 80 جلده، ولا واصبحت ساقط الشهاده، ساقط المروءه امام في اعين الناس وانت لا تعلم، واصبحت على حافه جهنم والعياذ بالله، على شفير جهنم. الطريقه الاولى ان يعني التي افعلها كثير من الناس سب الراقصات او سب الممثلات بقول زانيه او قحبه او ما شابه ذلك، طبعا في الفاظ اخرى لا استطيع ان اقولها، يعني كثير جدا من الناس بيقول يعني يقولها. جريمه الزنا لا تثبت الا بشهاده 4 شهود عضول مشهود لهم بالصدق بين الناس، بشرط ان يروا الفرج في داخل الفرج. زي العلماء قالوا ايه؟ قال لك لو انت عديت فتله بين الفرج والفرج، فتله ما تعديش، يعني لازم اشوف بعيني. طبعا لا حياء في العلم. ذكر الرجل او كلمه ذكر الرجل جاءت في حديث كثير الرسول صلى الله عليه وسلم في داخل فرج المراه، بحيث انك لو وديت فتله فتله ما تعديش. غير كده لا لا، ولازم يكونوا 4، ولازم يكونوا شهود عدول، لازم الاربعه يقولوا احنا شفنا الفرج في داخل الفرج. لو واحد منهم سقطت شهادته او ما قالش انا رايت الفرج في داخل الفرج، قولي ده الثلاثه الاخرون 80 جلده نتيجه قصف. على الرغم من واقعه الزنا حصلت فعلا، وهقول لحضرتكم الأدلة من السنة النبوية. الدليل الأول، القصة دي حصلت في زمن عمر بن الخطاب، موجودة في كتب الفقه، تتأرجح بين الضعف والحسن، يعني الحديث بيتأرجح بين الضعيف والحسن. هو أقرب إلى الحديث الحسن، لكن ما هوش صحيح 100%. لكن معظم العلماء كتبوه في كتب الفقه، وأنا قرأته في أكثر من كتاب. ويعني وأغلب الظن إنه حدث، لأنه المشهد بتاعه بيدل يعني يتطابق مع السنة. والله أعلم. صحابي جليل لا داعي لذكر اسمه رؤيا من 4 رجال، وقالوا الظن انهم من التابعين في حاله زنا، فراحوا عشان يشهدوا عليه، ففي حضر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه الحادثه هي الوحيده اللي حصلت وذكرت في كتب الفقه ان 4 شهود شافوا. ف3 شهود اتقدموا وشافوا وجم وشاهدوا على هذا الرجل، وقالوا هو الصحابي ده كان في وراء ستر، والستر ده اتشال، فشافوه في حاله في هذه الحاله. العلماء علقوا على القصه دي وقالوا ان الصحابه انهم اختلط عليهم ان اختلط عليهم اختلطت عليهم المساله، وانهم ان الست دي كانت زوجته، وهم ظنوا انها مش زوجته او كان متجوزها جديد ومحدش يعرف، الله اعلم. مع حسن الظن باصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا الصحابي له مناقب عظيمه في الاسلام، وكان صحابي اسود اللون طوارا قوي، يقال ان هو تزوج عشرات المرات، لماذا يزني؟ المهم، فشاهد بينهم شاهد 3 من الـ4 دول انهم راوا الفرج في داخل الفرج.
فلما الرابع جاي يشهد، سيدنا عمر بن الخطاب عمل ايه؟ دعا الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم لا تفضح واحدة من أصحاب رسول الله على لسان هذا الرجل. لأن الراجل ده لو قال أنا شهد بالزنا الكامل، أنا ديت الفرج في داخل الفرج، خلاص ثبت الزنا. وهذا الرجل وصحابي كان محصن، يعني هيرجم، ما يقتل، يقتل رجما، لأن ده حد الإسلام. فقال له: أنت شفت إيه؟ فسيدنا عمر بن الخطاب شخط فيه شخطة، يعني يقول راوي الحديث: كدت أن يخشى علي من فزعا او خوفا من شخطه عمر. قال له: تكلم يا سلح العقاب. فالراجل سيدنا عمر بن الخطاب باي طريقه عايز يدرأ الشبهه ويدرأ الحد عن هذا الصحابي باي طريقه عايز. فدعوته دعوته بس، يعني طبعا سيدنا عمر بن الخطاب مستجاب الدعوه. قال انا شفت انفاس تعلو وتهبط. شفت قدم امراه او قدمان على كتف على كتفي هذا الرجل كاذني حمار، وسمعت اصوات واصوات وانفاس تعلو وتهبط وتهبط. قال له: بس كده؟ قال له: ما شفتش حاجه تانية. قال له: لا، ما شفتش حاجه تانية. فسيدنا عمر الخطاب الله اكبر، وجلد الثلاثه التانيين حد قصف 80 جلده. طب هما الثلاثه التانيين كذابين؟ ما هماش كذابين، هما شافوا فعلا. لكن لاي حد، الى اي حد الاسلام بيستر اعراض الناس؟ لذلك العلماء قالوا قولين لا سلس لهما. اذا انسان تكلم في حق امراه فاسقه راقصه كانت ممثله وشتم وقال عليها الفاظ صريحه بالزنا او الفاظ تحمل معنى الزنا زي، وربما يكون حدث هذا، ولن اتكلم باستفاضه، لكن ربما انا اقول مثلا الممثله الفنانيه دي علمتنا الزنا وعلمت اولادنا الزنا، لانها بتضاجع في الافلام، تظهر في الافلام عاريه وتضاجع، لكن لا ترى، لم ترى تفعل افلام اباحيه، لم ترى تفعل الزنا الكامل، لم يرى فرج في داخل فرج. اذا لا يجوز لك ان تقول عليها انها زانيه، يجوز لك انك تقول عليها فاسقه خارجه عن طاعه الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز تقول عليها عاهره او قحبه او الفاظ اخرى لا تقال. فلو انا قلت عليها دي زانية، دي علمت أو علمتنا الزنا علمت أولادنا الزنا، هذا قول، مش هقول قول في يعني مجازي أو قول يكني أو قول يكني، ده قول صريح. ده اللي والعياذ بالله اللي بيعلم الناس الزنا لازم يكون هو زاني. ما هو كلمة علمتنا الزنا معناها أستاذة في الزنا والعياذ بالله. يبقى أنت كده قذفتها خلاص، أصبحت فاسقا تستحق 8 جلد. فلذلك أكثر الناس بيقع في ذلك، أكثر الناس يقع في ذلك الا من رحم رب. عشان كده انا بحذر تحذير شديد جدا، اوعى تركب نفسك ذنب كبير مالكش دعوه، هي بتتعرى يجوز لك ان تقول عليها عاريه او تقول عليها فاسقه او تقول عليها خارجه عن طاعه الله، لكن لا تقول لفظ زانيه ابدا او لفظ او لفظ يحتمل هذا داعره عاهره، اللفظ اللي هو يحتمل اللي هو معناه ليس له معنى الا ممارسه البغاء او ممارسه الزنا او ممارسه بمعنى صح ممارسه الدعاره او. ف سيدنا عمر الخطاب شوفوا الى اي حد، يبقى اذا الاسلام وضع شروط، ذلك ربنا بيقول في سوره النور: فاذا لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. حتى لو كان الشخص ده زنى، حتى لو كان الشخص ده زنى، يعني لو ثلاثه شافوا واحد بيزني، شافوا الفرج في داخل الفرج، ما يقدرش يتكلموا، ما يقدرش يفتحوا بقهم يتكلموا، لو اتكلموا يتجلدوا. الا اذا كان معاهم، اذا جابوا واحد رابع شاف زيهم، ولازم يكون مشهود لهم بالصدق والعداله بين الناس، ما فيش واحد منهم يكون مشكوك في ذمته او في كلامه، يكون له سابقه كذب او شيء، غير كده ما ينفعش. القصة الثانية والحديث في صحيح البخاري، الحديث صحيح ثابت، واحد من الثلاثة الذين خلفوا دخل على زوجته لقاها في حالة زنا مع رجل، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله، رأيت كذا كذا وسمعت كذا وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له بينة أو حد في ظهرك، يا تجيب بينة أربع شهود يا هتتجلد. طب الراجل شاف مراته، هيجيب بينة منين؟ قال له: يا رسول الله، اترك زوجتي مع غريمي واذهب لاتي باربعه شهود عشان يتفرجوا حتى يقضي حاجته منها؟ قال له: بينت ان حد في ذلك، ده الشرع، الرسول صلى الله عليه وسلم يلغي الشرع. أمر الصحابي قال له: والله لينزلن الله في كتابه ما يبرئ ظهري من الحد، والذي بعثك بالحق لينزلن الله في كتابه ما يبرئ ظهري من الحد. مفيش فطره بسيطه. راح فعلا قال له: تعالى
كان سيدنا هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين خلفوا، قد أنزل الله تعالى ما يبرئ ظهرك من حد، ونزل نزلت آيات التلاعن في أول أو في صدر سورة النور، آيات التلاعن. آيات التلاعن دي بتقول إيه؟ والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني معناها يقول أشهد بالله أني رأيت زوجاتي تزني أربع مرات، ده بمثابة قسم مغلظ، أشهد بالله أمام الجمع وأمام الحاكم وأمام جمع من الناس، أشهد بالله أني رأيت زوجتي تزني. بعدين بيقول إيه؟ أربع مرات، بعدين في خمسة دي شهادته هو بقى، يبقى كأن الأربعة دول بيعوضوا أربع شهادات بتوع هو مش قادر يجيب، لأن الصحابة قالوا يا رسول الله هيذهب أحدنا، سيدنا عبادة، سيدنا سعد بن عبادة زعيم الأنصار، قال يا رسول الله أذهب وأترك زوجتي وأترك غريمي يقضي حاجاتهم من زوجتي وأنزل لأحضر أربعة شهود، والله لو أني رأيت أحدا مع زوجتي لكع لضربته بالسيف غير مصفح. فقالوا له يا رسول الله ده سعد بن عبادة شديد الغيرة، والله لو طلق زوجة مراته ولو طلق واحدة ما يقدرش يتجوزها بعد منه. فقال لهم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير مني ومن سعد. يمكن الحديث ده يعرفه كتير من الناس. فالراجل شهد أشهد على نفسه، قال أشهد بالله إني من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. لازم يقول كده كده، يبقى شهد على نفسه خمس شهادات. جابوا الست، راحت الست قايلة إيه؟ قالت أشهد بالله، أشهد بالله أنه من الكاذبين أربع مرات. فهتشهد بقى، هتقول الخمسة بقى. قال له خلي بالك هذه الموجبة لغضب الله عليك، هتقول في خمسة إيه؟ والخامسة أن غضب الله علي إن كان من الصادقين. يبقى بتستجلب غضب الله عليه. قال له خلي بالك انت لو قلت الكلام ده غضب ربنا هينزل عليك، لا محاله هينزل عليك. فسكتت الصحابه بيقولوا فسكتت وتلكأت ونكصت حتى ظننا انها هترجع عن الشهاده. فضلت ساكته مش عارفه، ظهر عليها بقى علامه الاضطراب وعلامات البتاع. فراحت قايله ايه بعدين؟ راحت قايله ايه؟ والله لا افضح قومي سائر اليوم. قالت باللفظ كده، والله لا افضح قومي سائر اليوم، لان السنه زنه فضيحه. راحت قايله الخمسه على نفسها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال انظروا الى ما ستاتي به هذه المراه. اذا جاء الولد اخمش الساقين ضعيف الاليتين فهو لهلال، واذا جاء ادلج الساقين كبير الاليتين اكحل العينين فهو لشريك ابن سمحاء، اللي هو قذف الراجل لسيدنا هلال، قذف بيه، قذفه وقذف زوجته معاه. فجاء الطفل الجنين في 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 صفاته الوراثيه بنفس الصفات اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، اكحل العينين ادلج الساقين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لولا كتاب الله لكان لي مع هذه المراه شأن. يبقى اذا التلاعن عصم هذه المراه من قيمه الحد عليها. شوفوا الشرع. يبقى اذا انت لو شفت زوجتك بتزني وقتلتها تقتل بها، لا يجوز لك ان انت تقول. يبقى الحل الوحيد انك تلعنها، وبعد كده يفرق بينكما الى الابد، وينسب الولد الى امه وما ينسبش لابيه. فكتير من الناس يسب الراقصات والغانيات. يعني عندنا هنا في مصر في راقصه هي تم القبض عليها، بتسب يمكن من نصف الشعب المصري اكتر، بيقولوا زانيه وقحبه، ودي هو لا يعرف ان هو ارتكب كبيره وقالوا كبيره. انت بتساوي نفسك بيها، يعني انت تفعل ذلك غيره على الدين، انت تقع في نفس المصيبه. لا، انت فعلت كبيره من اكبر الكبائر وقذفتها بالزنا، فاصبحت مستوجبه للنار الى ان تتوب، واصبحت مردوده الشهاده، ولازم تتجلد 80 جلد قصاد الناس. هو ده الشرع، لان الشرع الاصل فيه الستر، والاصل فيه اعطاء فرصه للزاني انه يتوب، مش الاصل فيه ان احنا نفضح الزاني. الشرع مش عايز يفضح الزاني، الشرع عايز يدي فرصه. عشان كده عمل خلاها اربع شهود رجال عضول، شوف الفرق. كل حاجه باثنين شهود الا الزنا لازم يكون باربع شهود، لانه في فضيحه لاهل الزاني وعيلته كلها، مش بس ليه هو، لانه بيجلد او بيرجم امام الناس اذا كان محصن بيرجم.
فدي دي المصيبه الاولى اللي بيقع فيها كثير من الناس. في المصيبه الثانيه اللي بيقع فيها كثير من الناس تناقل الاخبار الكاذبه او الشائعات من الجرائد الصفراء. الممثله الفلانيه مش عارف شافوها فين، الشخص الفلاني شافوه بيمارس اللواط او وينقل هذا الكلام دون تثبت، دون تثبت. وقعت في الزنا، وقعت في القصف، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما يسمع. كفى المرء يسمع، يعني كفايه بس ده يدخلك النار، ده كفايه بس يدخلك النار. فتتناقل الاخبار دون تثبت. هل انت شفت بعينك؟ ده انت حتى لو شفت بعينك ما تقدرش تتكلم، ده انت لازم تشوف بعينك ويكون معاك ثلاث شهود بعضول شافوا بعينهم الفرق في داخل الفرق. يبقى ازاي تنقل خبر سمعته ان الممثله الفلانيه عملت علاقه مع فلان، او راقصه فلانيه شافوها في شقه فلانيه، وتنقل الاخبار. ما تنقلش حاجه، ما تنقلش اي حاجه فيها قصف في الزنا، ما تنقلش اي كلام فيه قصف في الزنا. دع الخلق للخالق، مش من شانك انك تتكلم، لانك هتوقع نفسك في كبيره القصف، ودي من اكبر الكبائر، كبيره القصف من السبع الموبقات. دي الطريقه الثانيه، دي الشيء الثاني اللي بيقع فيه كثير من الناس. في الشيء الثالث اللي بيقع فيه كثير من الناس المزاح والهزار بين الاصحاب بالسب وتلاعن. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يا ابن كذا يا ابن كذا، والفاظ بمعنى الزانيه او العاهره، يا ابن يا ابن يا ابن الزانيه. طبعا في الفاظ اخرى لا استطيع ان اقول، ولا يعلم انه ارتكب كبيرتين من اكبر الكبائر. الكبيره الاولى جريمه القصف، لانه سب الام بلفظ الزنا، اصبح يعني اصبح فاسقا. الجريمه الثانيه انه 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 سب والديه، لان الثاني هيرد عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل، ان يسب الرجل والديه. قال له: يا رسول الله، كيف يسب الرجل والديه؟ بيتعجبوا الصحابه، لان طبعا ما كانش فيه الكلام ده ايامهم، دلوقتي بقى شيء عادي. قال: يسب الرجل ابا الرجل فيسب الرجل اباها وامه. فانت لما بتهزر مع واحد صاحبك وتقول له: يا ابن كذا يا ابن كذا، انت فعلت كبيره من اكبر الكبائر، انت سبيت والديك لانك جبت لهم الشتيمه. من اكبر الكبائر. يبقى انت وقعت في جريمه القصف، وقعت في جريمه عقوق الوالدين، وسبيت والديك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. مجرد انك تسب مؤمن، مش بقول يا ابن كذا، ولا بقرف زاني، او بقرف زي ابني، لا، مجرد انك تسبه بس سب عادي، ده فسوق، اصبحت فاسقا. فبالك بقى اللي بيسب بالاب والام، وبالك باللي بيسب بالالفاظ الزنا. يبقى لذلك كثير من الاصحاب يهزر مع واحد صاحبه يقول له كلمه بمعنى لائط، بمعنى لائط، او بمعنى كلمه معناها اللي هي تبتدي بلفظ بحرف الخاء كبير، هو لا يعرف ان هو يرتكب كبيره من اب الكبائر. لان الزنا اللواط عند بعض العلماء اشد من الزنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: اذا رايتم احدا يفعل افعال قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. يعني الزنا بيجلد لو كان غير محصن، ما بيقتلش. لكن في 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 في, في اللواط اذا بيقتل الاثنين، يقتلوا. فاذا طب كم واحد من الناس بيهزر مع واحد صاحبه بلفظ لائط، او بلفظ بيبتدي بحرف الخاء؟ اكثر الناس ولا حول ولا قوه، هو بيعرفش انه بيرتكب كبيره من اكبر الكبائر، كبيره من اكبر الكبائر. يبقى اذا كل واحد له اخ او ابن في المرحله الاعداديه او الثانويه او الجامعه، لازم يساله: بتهزر مع اصحابك ازاي؟ بتقول لهم ايه؟ بتتكلم معاهم ازاي؟ فقصف الناس بتقع فيه عن طريق سب الراقصات والغانيات، هو يظن انه يفعل ذلك غيرة على الدين، ولا يفعل انه يقع في اكبر او يقع فيه عن طريق نقل الاخبار الكاذبه، او حتى لو كانت صادقه دون تثبت، او دون وجود بينه اربع شهود. الطريقه الثالثه اللي بيقع فيها كثير من الناس في جريمه القصف السباب عن طريق المزاح بين الاصحاب. ف كل ده يوقعك في جريمة القصف. لذلك 90% من المسلمين يقع في القصف، ولا لا أبالغ،
اما ان هو بيسب اما بالهزار والمزاح او بالسباب عند الغضب، وده كتير جدا بيفعله الناس للاسف الشديد، وارى الاذى في التعليقات، او نقل الاخبار الكاذبه، او سب الراقصات والغنيات. لو انت طبقت الاربعه دول على المجتمع الاسلامي هتجد ان اكثر المسلمين الا من رحم ربي بيقع في جريمه القذف او كبيره القذف. ف انا هكتب لكم الكلام ده تحت فيديو سخون شو نشر هذا العلم في ثواب عظيم، لعل عمل علما في انه اجر عملي من القيامه. لن جزاكم ربنا بشيء تشوش تفعل الجرس واشرف في القناه ليصلكم كل جديد، وساعدوني عشر سنين اقول قولي هذا. استغفر الله.